كل شيء في ببراند بينوس بيفهم لاعب البودي بيلدينج، يعني حلو انه يكون صاحب البراند هو بالاصل لاعب البودي بيلدينج، فبينزل شيء بيناسب اللاعبين. تحياتي لكل الابطال. طبعا احنا حاليا ببينوس ستور، رح فرجيكم نيو كولكشن. طبعا بينوس دائما بيتحدى حاله، الكولكشن جديد احلى من الكولكشن القديم، كله احلى من كله. رح فرجيكم الكولكشن الجديد، شفتوني عم بتصور فيه. في اربع الوان، في عندنا اللون الاسود اللي شفتوني فيه، في اللون الجولد. طبعا كلياته هذا الكولكشن يعني الكواليتي مريحه بالتمرين، فلو كلياتهم عليهم هاي الشبك من فوق، فوق القماش. في اللون الثاني كمان لون من جوا ريد، فوقه كمان لون احمر. في عندنا اللون الارمي، طبعا مريح كثير بالتمرين، ما بتحس حالك مزعوج بالتمرين. طبعا كل لعيبه بودي بيلدينج بتعرف بدك براند يفهم جسمك، يعني يفهم انه ملينا من القصص التايد الضيقه على الجسم، بدنا شيء فلو يريحنا بالتمرين، وبنفس الوقت هيك تكون شيك، يعني انه حلو، يعني كمان مو بس انه البودي بيلدينج اللي بيلبس فلو بس بيطلع بشع، بس لا انه بودي بيلدينج وشيك بنفس الوقت كمان. طبعا شفت شغلي انا هلا شفتها، بس ما اخذت منها وما لبستها، بس شكلها اليوم جاي. هذول التيشيرتات هلا رح اجربهم اكيد، يعني في من الريد، في من الوايت، في من البلاك. طبعا انتظروا دائما 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 بينوس، كل اسبوع او الثاني عم ينزل كولكشن جديد، كل اسبوع الثاني الكولكشن عم يكون احلى. صح. Thank you.
اليوم خلصنا تصوير اول حلقه بالاوف سيزن، بلشنا اوف سيزن صرنا اسبوعين، صرنا طالعين 2 كيلو. خليكم معنا بالتمارين الجاي. اليوم كانت عندنا تمرين باك وبايسبس، التمارين الجاي رح نصورها كلها. طبعا اليوم كنا عم نصور نفرجيكم الكولكشن الجديد تبع بينوس. بينوس دائما عم يتحدى حاله، يعني هون احلى من اللي قبل، اللي قبل احلى من هلا. فخليكم معنا تشوفوا العضل الجديد والكولكشن الجديد.